يصل إلى حد منع الأولاد من المشاركة في النشاطات الصيفية، ولكن هل من داعي للهلع؟ وماذا عن الرقابة وإجراءات الوقاية؟ الدوري هون هو أن يكون عم راقب الأساتذة اللي عم تشتغل على البسين، إذا عم تشتغل مزبوط عم ينتبهوا على التلاميذ إنه عم بيشتغلوا، بالإضافة أنه إذا تلميذ غرق أو تعب بالماء أكيد شغلتي أنا أنزل جيبه قبل ما يشوفه الأستاذ. مرات يمكن لساني الأستاذ يكون عم يعطي رمارك لتلميذ ما بيقشعه، بينزل التلميذ مضطر أنا أكون نازل وراه للتلميذ قبله. على المنتجع السياحي إذن اعتماد منقذين يحملون شهادات معتمدة، مهمتهم واضحة في التيقظ والمبادرة إلى إنقاذ الصغار والكبار. بس يكون المدرب عم يعطي صفه، يعني ما بيكون عم بينتبه لصف الثاني، فالصف الثاني اوقات بيكون المدرب عم يعطي رمارك للتلميذ والتلميذ الثاني على الطرف الثاني، بده يكون هذا التلميذ مراقب من المنقذ تبع السباحه. في الصيف وبينما ينشغل الاهالي في اعمالهم يسجلون اطفالهم واولادهم في مدارس صيفيه للنشاطات البريه او المائيه، وهنا ايضا واجب على المدرسه تامين اصحاب الكفايه. كل المدربين اول شغله نحن لازم يكونوا عندنا لازم يكونوا عندهم الشهاده من الفيدراسيون ليبانيز ناتاسيون كتعليم سباحه، وكل المونيتوريه هون نحن اخذين الشهاده معترفه بالفيدراسيون ليبانيز بالناتاسيون، نقدر نقوم بهالحمل نعلم هالعدد الاولاد، ناخذ كل السيكوريتي اللازمه كرمال ما يكون في اي حادثه تصير. نحن بلشنا بدوره انقاذ اوليه من الواي ام سي اي، بناخذها اللي هي مدتها سنتين، كل سنتين لازم نجددها، بالاضافه في لدورة وزارة السياحة اللي هي لمدى العمر، بس أكيد نحن هون كإدارة عم نجرب نطور حالنا، كل سنة عم نعمل الدورة عم نرجع نعيدها إعادة تأهيل. 150 حادثا بحريا سنويا بحسب الإحصاءات، نصف عدد الضحايا من الأطفال، فيما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن 69% من غرق الأولاد يعود إلى غياب رقابة الأهل عنهم لمدة تزيد عن 5 دقائق، فضلا عن تعرضهم لأشعة الشمس من دون أي حماية. حصول حادث ما لا يدعو إلى الهلع بل إلى التشدد في الانتباه والرقابة، وفي النهاية فإن الوقاية خير من 1000 علاج. من أحد